السلام عليكم خوتي خواتاتي، انا جيت من هذا المنبر هذا اليوم وجيت كل حماسه اخوتي، لانني قررت نغير كيف ما قلت لكم في الحلقات السابقه، وزيت السلاح ديالي في هذا الجيب وزيت السلاح الاخر في هذا الجيب، وقررت وفكرت وفي هذا الجو الجميل برائحه المعطر برائحه الجريزيل قلت غادي ننشا حزب لا، مع انني ما نقدرش نغادر المكان ديالي كيف ما كتعرفوا، وانا محصور هنا. قررت نبدا المبادره ديالي فيا انترنت، من الانترنت في لي ريزو سوسيو في يوتيوب فدا، وقلت شجعت وبغيت نموبيليزي الناس ونقولوا اجيو عاونوني في هذا الحزب لا. ولكن لقيت بنادم، لقيت المواطنين، ولكن ما كاينش اللي باغي يقول لا. اللي كدوي معاك يقول لك لا ما ديرش حزب لا، دير حزب تيتزاد وسميه سعيد، دير حزب والمكتوب كيتصرف، دير حزب ان شاء الله، دير حزب وصبر. ولكن اخوتي انا ما باغيش هاد الاحزاب، ديروا انت هاد الحزب. انا الحزب اللي باغي هو حزب لا. انا يا انا كنامن بالمبدا الشيوعي، عندي قودا قود ييه يا لا، عندي يدو الاحمر يدو الخضر، ما عنديش مع هادشي كامل. انا يا باغي نقول لا لمسامر الميدا، باغي نقول لا للمحسوبيه، باغي نقول لا للتزابونيه، باغي نقول لا لباك صاحبي، باغي نقول لا للعطاشه، باغي نقول لا للحاسين الكابا. انا هادو كاملين باغي نقول لهم لا. ولكن ماشي هذا هو الموضوع ديالي خوتي، انا جيت اليوم باش نفرحكم وبغيت نقول لكم بلي جاتني القرعه. هيا اخويا هيا اختي، جاتني القرعه ديال الميريكان، ولكن قررت من المكان ديالي انني ما نمشيش، ما باغيش باسبور زرق. لا تما كاينه الراسماليه، لا تما كاينه الامبرياليه، لا انا مش هادشي اللي باغي. انا باغي شي بلاصه يكون فيها كل شيء سواسيه. انا يا باغي انا باغيهم يعيطوا لي الرفيق. انا ما بغيش بنادم يقول لي هذاك البرهوش ولا داك الشاب، لا ما بغيش داك الشاب. انا بغي بنادم يعيط لي الرفيق، انا بغي نمشي نتحاور مع الناس، صحاب الادمغه، خوت، رفقاء الدرب. بغي نمشي عند فلاديمير بوتين نقول له انت الرفيق الاعلى، هو يقول لي الرفيق خيخي الادنى. هادشي اللي بغيت انايا. انا بغيت نشوف جوجل، انايا بغيت نشوف بوتين قلتها، انا باغي نشوف بورباتشوف، انا باغي نشوف الناس العظامه، باغي نتسلم معاهم في الشارع بحال هكا. ها كيقول لي اش بان ليك الرفيق، نقول لي اش بان ليك انت الرفيق، غير قول 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 قول. هو يقول لي قول قول. ها تما في روسيا نمشي واخا كاين البرد نصبر على بابا، واخا كاين الزعوريه نصبر على بابا، هاتا هي. واخا كاين الحبس الكولاك الكولاك معلم، واخا كاين الكولاك انا نصبر على هادشي كامل في خاطر كلمه وحده هي الرفيق. لاننا كلنا رفقاء، كلنا رفقاء الدرب، كلنا غادي نمشيو لقدام، كلنا باغيين النضال هو الحل. خوتي كنوعدكم كنعاودكم، انا شوف كل طاقه كل حيويه، انا هاد المكان هذا دخل عليا بالسعد، هاد الفضاء هذا وضح لي الافكار ديالي، مشارحني من الداخل. انا شتا الكرسي هو اللي قبل عليا، الكرسي الوحيد اللي قبل عليا وانا قبلت عليه. لذلك كنوعدكم باللي الفيديوهات الجايين ديالنا غادي يكونوا من روسيا، لانني غادي نستمر في انني نضيع عليكم وقتكم، غادي نستمر في انني تسمعوا لي بزمنكم. هادشي كامل هو تحدي اللي عندي انايا. وشكرا والى اللقاء والى فرصة مقبلة.